يا نعم ادفع عليك بالشراء لا روحي ادخلي لجوا يلا يلا سموا بسم الله الرحمن الرحيم يا غزال حبيبي كل شيء صار عم يغلى العدس كل شيء غلي ليره مين يلا ده كله كله يلا مرحبا اختي اهلين روحي شلونك الحمد لله بس بدي كيلو رز بعد اذنك في معك مصاري لا والله والله من امبارح بتعرفي ما في ولا لقمه اكل بالبيت الاولاد ما ناموا من الجوع حسبي الله ونعم الوكيل على كل حال الاولاد بطلت من المدرسه نازله على الشغل بس اشتغل ان شاء الله بجي بعطيكي الله يوفقك يا خيت قولي كلياتنا لبعضنا كي كمان انا وبنتي بطلتها من المدرسه فتحنا هالبسطه والولاد كمان ما في مدرسه ولا في شيء الله يرزقكم يا رب الهي ربي الله يسلمك يلا ما في مشكله غزال قومي روحي بدي اعطيها كيلو رز الله يحن عليكي يلا حبيبي يا رب دكلوا حبيبتي عبوا قلبكم يلا يلا يا رب يا رب اهلا وسهلا شلونك ام احمد والله الحمد لله انت شلونك والله الحمد لله رب العالمين اعطيلي خبر روحي مشان تحكي لنا مع هذا التركي اللي فوقنا ان شاء الله ما في شيء عم يعذبنا لا عم يخلينا نبسط لا عم يخلي حدا يجي يشتري راسا بيقلعه نقلنا البسطه لهون ما في زباين مثل الخلق بتعرفي انت اربع اولاد بدي اعيشهم صح مزبوط يا نجلاء امس حكيت مع التركي ايه بس ما ردت علي شلون بدي اسوي طب هدول الجماعه اللي امس رحنا لعندهم بتقولوا لهم الله يحن عليك بيجوا بيحكوا له معه ماشي انا بحكي معه انا يعني انا لو بعرف بحكي تركي كنت انا حكيت وفهمت وفهمت منه والله بعرف يا مس حسبي الله ونعم الوكيل بس هلا انا مستعجله عندي موعد بداره بس ارجع ان شاء الله خير ماشي روحي الله يجزيكي الف خير يا رب الله معك بامان الله اخ حسبي الله ونعم الوكيل ضب يدو لها حبيبي ضب يدو حسبي الله آه يا غزل دنعيش الله يبعث رزقكم بجاه حبيب محمد حسبي الله ونعم الوكيل ضبطينا دو لحبتينا الله يبعث رزقكم بجاه اسمه الأعظم يا رب الفرج من عندك يا رب